يورا هي بس هو فين دكتور مايكلز؟ احنا جاهزين لك يا دكتور مايكلز. هو ده ديفلز بريث؟ اسمها جي ار 27 بس. يبقى خلي بالك اوعى تقع في ايد غلط. ما تقلقش احنا الافضل في العالم. بقيت حاسس بتحسن. كود 381 الطرد بيتحرك. من هنا يا دكتور مايكلز. ايه القرف ده؟ أهلا بيك يا دكتور. ابعد عني، هنتولى ده. أيوه أنا متأكد. يوري أنا هطارد مارتن لي، حاسس إن معاه دكتور مايكلز وكمان ديفلز بريث. عالم، الدوريات في طريقها ليك. مايكلز لسه عايش ودي حاجة كويسة. أكيد هيخليه يعمل تاني من ديفلز بريث، متأكدة. أنا لازم أوقف العربية دي أو المدرعة أيا كان. صواريخ في منهاتن. لازم اخرج الرجاله من العربيات قبل ما امسكهم. الحساب قرب، يوم الحساب قرب والمسيبين هيتعاقبوا. آسف. ليه؟ اديني ده. ايه اخبارك؟ انت مسكت ليه؟ انا ما
بحاول. انا هتولى الموضوع. انت بتعمل فيا ايه؟ هخليك تشوف الدنيا بشكل تاني. هو ايه ده؟ علشان اكون صادق، كنت بتمنى اجيبك هنا. قدراتي قدرت تمنحني الاقناع. كنت براقبك، كنت مستنيك في مبنى البلديه، بس انت ما جيتش. كنت فين؟ هو ده حقيقي ولا بيتهيألي؟ من العار ان ناس كتير تموت من غير ما ينقذهم بطل. الضابط ده انقذ حياتك، مش كده؟ ده كان هنا عشانك. نورمان كان عايز يستغلك وما استفادش منه في النهايه. وكان فين نورمان وسط كل ده؟ هرب بعيد زي الفراق. كان عارف اللي هيحصل ومع ذلك هرب. نورمان بيخرف في المدينه زي السرطان، لازم نستأصله ونسد الطريق على فساده انه يرجع. نورمان مستخبي ورا وش المزيف. انا هشيل الوش ده وافضحه قدام الكل. البس القناع، تبقى واحد مننا. شكرا، بس مفيش داعي. مهما عملت يصيرك تنضم لي. كل الناس اللي خسرتها، الضحايا الأبرياء اللي ما قدرتش تنقذهم. مارتن، إيديك مليانة بدمهم. تقدر توقف أوسبرو قوة هيك، وأنا حسيت بالإرادة. جثثهم بقت أشواك وانت ما عملتش حاجة. مش هقدر انقذ الكل. ايه فايدة الحياة الواحدة؟ صفر نصيب. حياة واحدة وصفر ارواح المدينة. انت بتدافع عن اوسبورغ وهو قاعد في برجه العالي. ده اكيد مش حقيقي. وريني قوتك الحقيقية. ارجع قدامي وانا اشيل قناعك وافضحك. الظلال الدنيا وعد وانا هديه بالقوة. القناع، لازم ادمر القناع. سيبك في الظلمة ابدا يا مارتن. هدمرك واخليك ملكش لغمة. ما تقدرش. تقدر ترجع للنور. لا. قد ايه؟ جدا. انت راجل محبوب.
فين المصل؟ اختفى. دي ديسكويا. فاكر نفسك البطل الخارق؟ فاكر انك بتنقذ الناس لكن انت بتبوظ الدنيا. دي غلطتك انت. غلطتي؟ كان تحت حمايتك انت. انت عايز اتنين فعلا؟ استنى، لازم نبلغ أوزبورن حالا. هروح معاها. شكرا، انا هفتكر ده. يوري، قولي لي في اي معلومات عن مكان مارتن لي؟ عندنا صورة صورها حد في القهوة، يظهر انه ركب عربية سيدان سودا بعد الحادثة. عربية سودا، ممتاز. خليني اكمل، عندنا لوحة تقريبية، واحد من رجالة الدوريات لقى لوحة مطبقة. سيدان سودا في جراج جنب كانل وهيدسون. انت ظابط شاطر يا يوري، انا في الطريق. سبايدر مان، اهلا. ده شغال؟ دكتور مايكلز، انت ازاي بتتصل؟ استلفت لسلك من السمور. اسمع، محطات المواصلات هي نقطة انتشار ديفلز بريث. بتكلم على المطارات ومحطات الاوتوبيس والقطارات، هينتشروا منها بسرعة جدا. هو ليه أوسكورب بتطور سلاح حيوي في المدينة؟ مش المفروض انها تعمل كده في اي مكان بعيد؟ ديفلز بريث مهم لنورمان، طول الوقت كان مهووس بيه. المشروع ده بيكسر كل القوانين واللوائح الفيدرالية، بس هو مش مهتم. لو المدينة كلها عرفت اكيد مش هينتخبوه تاني ابدا. ما يهمش إعادة الانتخابات، وهو هيتحاكم في لاهاي لجرائم الحرب. انت ليه بتقولي الكلام ده؟ مش انت مذنب زي نورمان بالظبط؟ ايوه بالظبط، ولكن افعال ليه فوائتنا. احنا تجاهلنا مخاطر المشروع لمدة طويلة، وانا واثق فيك يا سبايدر مان. انت الشخص الوحيد اللي بتحاول تعمل الصح. ارجوك احمي المدينة من غلطتنا.